السلام عليكم. توحيد المناصب السيادية أو ثلاثة منها الوجهة القادمة القريبة لمجلس الدولة، وذلك بالتنسيق مع البرلمان. الأول يسمي رئيس ديوان المحاسبة ووكيلي الرقابة ومكافحة الفساد، والثاني العكس. فأين تقع هذه الخطوة من بقية أولويات المرحلة؟ وما دلالة التوقيت؟ ولماذا ثلاثة فقط؟ وماذا عن بقية المناصب؟ وما علاقتها بتوحيد الحكومة ومسار الانتخابات؟ للإجابة على هذه الأسئلة أرحب بضيوفي خلال هذه الساعة من حوارية الليلة. معنا عبر الهاتف من طرابلس عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، وعبر الأقمار الصناعية من طرابلس المحلل السياسي والمستشار الأسبق للمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، كما سيكون معنا من لندن عبر خدمة سكايب الكاتب والصحفي عبد الله الكبير، وعبر الأقمار الاصطناعية سيكون معنا من بنغازي أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة يوسف الفارسي. أهلا وسهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا. لعلي أبدأ أولا معك سيد سعد بن شرادة، وأنت أحد أعضاء لجنة توحيد المناصب السيادية داخل المجلس الأعلى للدولة. لماذا قررتم توحيد ثلاث مناصب فقط من أصل سبعة؟ أولا تحياتي لك ولضيوف الكرام ومشاهديك الأعزاء. أهلا بك. طبعا المناصب السيادية حسب الاتفاق السياسي سبعة، أثنان من عجزة اللي هو المحكمة العليا والنائب العام. والحقيقة اللي كانت لسهولة إنجازها لأن كانت هذه السلطة القضائية الحقيقة في ليبيا لم تنقسم منذ الانقسام. الحقيقة ظلت تواجه و موحدة طيلة فترة الانقسام، ولهذا كان توحيدها سهل جدا ولم يأخذ خلال أسبوعين تم توحيد هذه المؤسستين واتفق مجلس الدولة والنواب. أما المناصب الخمسة الأخرى فالحقيقة كانت في ظل الانقسام هناك صعوبة جدا في توحيد هذه المؤسسات لنظرا لانقسام الدولة. هناك حكومتان في ليبيا، على سبيل المثال أنت عندما توحد ديوان المحاسبة على سبيل المثال هذا الديوان بيراقب قوانين موازنة الدولة ومصروفات الدولة. هنا أنت عندك دولتين، يعني ليس دولة واحدة، عندك حكومتين، عندك مجلس وزارات مالية. يعني فالحقيقة يعني واجه المجلسين طيلة السنوات الأثنان الأخيرتان في توحيدهما. طيب أنت تتحدث الآن سيد بن شرادة عن مناصب منقسمة نتيجة بالتبعية لهذه المؤسسات، تكلمت عن أن السلك القضائي موحد، لذا لم يكن هناك أي إشكال لا في المحكمة العليا ولا منصب النائب العام، عكس بقية المناصب التي تشهد لربما صراع على المستوى السياسي والجهوي أيضا أو المناطقي. لكن الآن السلك القضائي طاله الانقسام، شأنه شأن بقية المناصب الأخرى مع كامل الأسف، وأيضا باقي المناصب التي ما تزال منقسمة المعطيات ما زالت ذاتها. لماذا الآن قررتم تسمية ثلاث مناصب من أصل ستة أو من أصل خمسة، طالما أن النائب العام والمحكمة العليا قد انقضت وسميتموها بالتوافق؟ نعم، حتى نكون صادقين، يعني بالنسبة للمجلس الأعلى للدولة لم يقرر الحقيقة البث في المناصب السيادية. هو كان اجتماع ما بين مجلس المناصب السيادية ورئاسة المجلس على الدولة، فطرح رئاسة المجلس على الدولة في البث في المناصب السيادية. طبعا اللجنة كانت يعني هناك من أيد البث فيه الآن وهناك من لم يؤيد، وترك الموضوع لجلسة يوم الاثنين كي تناقش كي يقرر المجلس في البث في هذه المناصب الثلاثة أو من عدمه. لم يقرر بعد. في الحقيقة جل الأعضاء مجلس الدولة يروا في الآن الأولوية هي توحيد السلطة التنفيذية ومن بعد توحيد المناصب السيادية،
ان يروا في ان لا يمكن يحدث اي يعني انجاز اذا وحدت انت مثلا. لا يمكن التعميم والقول ان اغلبيه الاعلى للدوله، على الاقل رئاسه الاعلى للدوله رئاستك سيد سعد بن شراده تعاكسك الرأي ولا ترى نعم ولا ترى ان السلطه التنفيذيه ذات اولويه. الرئاسه تظل تتكون من 4 أشخاص سيد العزيز وممثله عن الاغلبيه بحكم التصويت. لا القرار طاعة تصويت في من يتقلد المنصب رئيس المجلس، ولكن في تصويت في قرارات يختلف طبعا من شيء اخر يعني، ولكن هذا تظل القاعة يعني هي اللي الفيصل ودائما مجلس الدولة هكذا يعني. زميلتك في اللجنة السيدة أمينة المحجوب تتوقع الانتهاء من خطوة تسمية المناصب الثلاثة وتسمية شاغليها الجدد مطلع يناير القادم، وأنت تعاكس هذا الكلام وتقول أن الأولوية الآن بالنسبة لأغلبية الأعلى للدولة لربما ترى تسمية الحكومة أو توحيد السلطة التنفيذية قبل الخوض في مسألة المناصب السيادية. نعم، وهذا والحقيقة وهذا الواقع وهذا الذي سوف يحدث يعني، ولكن أنك بتوحد مناصب سيادية في ظل حكومتين يعني في ظل دولتين يعني، إحنا نحكي الآن نحكي على دولتين مش حتى دولة واحدة يعني، نحكي على زوج حكومات يعني. هل الرقابة الإدارية أو ديوان المحاسبة يراقب الحكومة اللي في الشرق ويراقب الحكومة اللي في الغرب؟ كيف يراقب الميزانيات؟ الحقيقة هنا هذا يعني عبث بعينه يعني، ولكن على حال يعني لا شك هو توحيد المناصب السيادية مهم جدا، ولكن يظل بعد توحيد الدولة لماذا لا لماذا لا نعكس كلامك ونقول بدل توحيد الحكومة والإتيان عليها نوحد هذه المناصب السيادية التي بيدها أن تخضع حكومة الشرق وحكومة الغرب، والذي بيد مكافحة الفساد الحد من الفساد الحاصل في أي من الحكومتين، وبيد الرقابة الإدارية لو وحدت وصفت النوايا بين المجلسين أن توقف كثير من القرارات وبالتالي تعطل السلطة التنفيذية. أن هذه الأجهزة يخدم تحت قوانين سواء كان قانون 19 أو قانون 20، وهذا القوانين ليس مصممة على حكومتان، هذه القوانين مصممة على حكومة موحدة، حكومة دولة واحدة. نعم. لأن أي موظف اللي في الديوان المحاسبة ولا الرقابة الإدارية ولا مكافحة الفساد مش بيخدم عشوائي، بيخدم بناء على قانون ينظم عمله، وهذا القانون مصمم على أن تكون دولة واحدة. يعني هل يكون ديوان المحاسبة الآن يراقب دولة تونس وليبيا؟ لا يمكن. فالأهمية الأولى هي توحيد السلطة التنفيذية، ومن بعد توحيد المناصب السيادية حتى تمارس عملها حسب قوانين المعمول بها يعني. ولكن أننا نوحد يعني مناصب سيادية في ظل الانقسام أعتقد حتظل نفس المشكلة يعني. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات، عضو الأعلى للدولة وأحد أعضاء لجنة توحيد المناصب بالأعلى للدولة سعد بن شرادة كنت معنا ضيفا عبر الهاتف. أتحول لباقي ضيوفي السيد عبد الله الكبير، كيف انعكست الأدوار؟ يعني في فترة ما كانت المطالبات دائما تصدر عن عقيلة، هذه المرة صدرت من قبل الأعلى للدولة والذي هو بدوره بادر إلى توحيد هذه المناصب السيادية أو ثلاثة منها على وجه الدقة. نعم، تحية طيبة لك أستاذ محمد ولضيوفك وللسادة المشاهدين والمتابعين. أهلا بك. المبادرة لم تأتي من عقيلة، لأن عقيلة رئيس مجلس النواب لا يهمه من المناصب السيادية سوى مصرف ليبيا المركزي، ما المناصب الأخرى ليست بذات الأهمية. المجلس الأعلى للدولة يريد أن يمد الجسور مع مجلس النواب ويتواصل معه، طرح فكرة هذه استئناف مسار بحث المناصب السيادية، لكن بالتأكيد المرحلة الحالية ليس من أولوياتها توحيد المناصب السيادية أو حتى توحيد السلطة التنفيذية. المرحلة من أولوياتها كما يعرف الجميع هو الانتخابات،
لكن الحديث عن تشكيل أو تغيير شاغلي المناصب السيادية هذا وحده دليل كافي على أن المجلسين، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ليس في نيتهما المغادرة. هذا دليل قاطع على أنهم يبيتون على الاستمرار، وأنهم يراهنون على فشل هذه القوانين وفشل مسار الانتخابات، ومن ثم يريدون أن يغيروا المناصب السيادية. أطراف في المجلس الأعلى للدولة وكذلك في مجلس النواب يريدون تغيير السلطة التنفيذية للهيمنة على المزيد من السلطة التنفيذية، وليس في ذهنهما أو في وارد تحركهما السياسي أي تغيير حقيقي يؤدي إلى انتخابات ويأتي بسلطة شرعية تملك الصلاحية لتغيير المناصب السيادية وتغيير السلطة التنفيذية. نعم. طيب سيد الفارسي، الكتلة المحسوبة على أبناء حفتر تحديدا نجله بالقاسم داخل قبة البرلمان هي التي أعادت وفق البعض انقسام بعض المناصب مثل هيئة الرقابة الإدارية اليوم، كيف ترى أنت إعادة الخوض في هذا النقاش توحيد المناصب السيادية مرة أخرى بين المجلسين؟ مساء النور أستاذ محمد، تحية لك وإلى ضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. أهلا بك. حقيقة أستاذ محمد أن طبعا الأمور اللي اليوم تكلمت عليها بالنسبة للسيد بالقاسم خليفة بأنه هو الذي كان وراء هذا الأمر هذا أمر غير صحيح. أنت تعرف المجلس النواب ومس على الدولة يحاولوا يبحثوا ديما على هذه المناصب، ولكن للأسف يعني مس النواب غير قادر حقيقة، حتى لما تكلم في بعض الأمور في السابق على تغيير شغلين مناصب كان عاجز وغير قادر، لأن أي قرار أنت تعرف يزرع مس النواب لا يتم الامتثال به من جانب السلطات في طرابلس، وبالتالي نحن في انقسام حقيقي. واليوم الحديث عن مناصب سيادية في هذا التوقيت أستاذ محمد هو عبث حقيقي، عبث هو محاولة حقيقة يعني الابتعاد عن مسألة الحديث عن انتخابات وعن تشكيل حكومة وعن محاولة يعني الحديث عن أمور تخص حقيقة الاستحقاقات القادمة الرئيسية والمهمة. ولكن مسألة المناصب السيادية هي صح مسألة مهمة وهي الحديث فيها يطول في السابق في هذا الأمر وتكلموا عليها كثيرا، ولكن للأسف لا يمكن أن الآن تحدث أي تغييرات في هذه الأمور، لأن الوضعية أصلا حتى على أرض غير صحيحة بالكامل. أنت تعرف حتى المناصب المناصب المهمة والحساسة كيف مصر فيها مركزي مثلا على مثال هذا لا تستطيع أن تتكلم فيه ولا تقدر حتى تفصل فيه حتى الفصل، لأن هذا طبعا معروف من تدعم فيه دول معينة وعندها قوات على أرضه، وبالتالي لا يمكن أنت حتى تتكلم عليه حتى بالكلام. هذا أمر طبعا معروف لكن ليس لها علاقة حقيقة بأي طرف أخرى سواء قيادة عامة للجيش أو حتى طيب. أي أمر آخر. دكتور يوسف أعتقد أنك لا تجادل لما تكلم مساء على الدولة على المناصب السيادية، لا تجادل دكتور يوسف اليوم يعني بأن الحديث عن أمور هي ليست وقتها. طيب دكتور يوسف، ليس سرا الآن أن البرلمان منقسم إلى كتلتين عريضتين على الأقل في الآونة الأخيرة، كتلة تقرر في غياب عقيلة ممكن يقودها نويري أحيانا ودوما في أحيين أخرى، هذه الكتلة بالكامل هي منحازة لبلقاسم نجل خليفة حفتر، وهي التي قررت في غياب عقيلة صالح إعادة تسمية ثلاث مناصب منها على سبيل المثال هيئة الرقابة الإدارية، وبالتالي نفيك أو استبعادك لتدخل بالقاسم في سياق الحديث على هذه المناصب لربما ليس له ما يدعمها. لا بالعكس أستاذ محمد، اللي يتكلم دي مع المناصب هذه وهي مناصب أصلاً غير رئيسية يعني ليست حساسة كمصرف مركزي مثلاً مناصب العالية طبعاً كلام يعني حقيقي. هذه أمور أنت تعرف بس النواب ديما يتكلم فيها وديما يحاول يبحث على المناصب السيادية، لكن الآن نتكلم عليها المسألة على الدولة النواب يأس حقيقة من هذا الأمر، وبالتالي هذه المناصب التي سميت في غياب عقيلة أبقلت في حضوره بعد ذلك الرقابة يحاول تغيير بعض المناصب لكن تبوء بالفشل يا أستاذ محمد معروف أمر. طيب هذه المناصب على كل أبطلها عقيلة صالح بعد ذلك عندما أتت جلسة أخرى كان هو من يرأسها ويسيرها. سيد الشح، يعني اليوم الحديث فقط يدور على ثلاث مناصب من أصل سبعة، وهناك من يتحدث على وجود منصبين تم توحيدهما أو على الأقل تسميتهما بالتوافق وهي المحكمة العليا والنائب العام. لماذا الآن الحديث فقط عن ديوان المحاسبة، عن هيئة الرقابة الإدارية، عن
هيئة مكافحة الفساد دون سواهم من بقية المناصب الأخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك محمد وللسادة الضيوف والسادة المشاهدين. أهلا بك. اسمح لي في البداية فقط أن أسجل احتجاجي على طريقة البرنامج في استضافة أحد الأعضاء سواء نواب أو دولة في بداية الحلقة، ثم انسحابه وعدم مشاركته في النقاش والإجابة على بعض الاستفسارات، لأن مشاركة أي مسؤول إن صحت التسمية أو إن صح التعبير بمسؤول يجب أن تكون بالشجاعة بمكان بأن يناقش أمام الرأي العام أي خطوة يريدون القيام بها، لا أن يقول أو يعبر ثم ينسحب من الحلقة ويترك الضيوف يناقشون دون الرد عليهم. طيب، هذا بداية. أشكرك على هذه الملاحظة سيد أشرف. سيكون معنا الموضوع أعضاء آخرين في سياق هذه الحلقة كما نتمنى، يعني من بقية الأعضاء لسيما السيد سعد بن شرادة أن يعود للمشاركة في هذه الحوارية والرد على بعض الاستفسارات التي يطرحها الرأي العام. تفضل لك الوقت أستاذ أشرف. نعم، لأن الانسحاب هو دليل ضعف حجة وضعف إمكانية للرد على الرأي العام وعلى الأسئلة التي تطرح. عموما أعود وأقول أن هذه الخطوة هي خطوة مناورة جديدة، هي خطوة تمييع، هي خطوة للاستمرار في سرقة حقوق الليبيين في استحقاقهم الرئيسي وهو الانتخابات، لأن محاولة بيع الوهم للناس بأن والله المشكلة في توحيد المؤسسات، المشكلة في توحيد الحكومة، المشكلة والله لا، المشكلة الأساسية في انقسام البلد وفي ضياعه، في انعدام الشرعية، انعدام المشروعية، مشروعية الحكم. اليوم هذا الانقسام واستمراره وتكراره حتى بالخطوات المتتالية، وأنت أشرت إلى الجهاز القضائي الذي كان موحدا ثم ناله الانقسام وناله التشظي وناله الاعتصامات وناله البيانات وناله ما ناله، اليوم مناقشة استحقاقات أو مناصب أخرى هو دليل إضافي للليبيين على كذب كل هؤلاء المسؤولين الذين يرددون أنهم يسعون لإجراء الانتخابات ويريدون الانتخابات. لا، لا يريدون الانتخابات، لأن على سبيل المثال مجلس الدولة نفسه عندما يخرج علينا في كل أسبوع بعضو جديد يضيفه إلى أعضائه يخصم اليمين أمام تكالة، هذا دليل إضافي على أن نية الاستمرار ونية البقاء موجودة. لم تحدث في العالم، لم يحدث في العالم أن يكون هناك عضو خسر انتخاب أو شخص خسر انتخابات منذ 10 سنوات سابقة يلتحق بمجلس وكأنه منتخب بعد 10 سنوات. هذا استهتار واستهزاء بالليبيين، والحقيقة أنا لا أستطيع فهم هذه الشخصيات التي تتقدم لمثل هذه المناصب بعد كل هذه السنوات وفي مثل هذه الوضعية، وضعية انعدام الشرعية، انعدام شرعية الحكم. أنا أستغرب حتى في هذه المناصب زي الديوان ولا الرقابة ولا كذا من يتقدم ويرشح نفسه ويخرج بسيرة ذاتية ويقول أنا أهل لها في هذه الظروف وفي ظل مؤسسات غير شرعية وفي ظل مطالبة شعبية بإجراء الانتخابات. كل هذا دليل على أن الكل يتسابق للفساد، يتسابق للانتهازيين يحاولون الوصول إلى مواقع لكي يستفيدوا منها بشكل شخصي وليس الهدف هدف وطني. بالتالي أعتقد أن خطوة تكالة وعقيلة، وأعتقد أن المبادرة من تكالة ومن جماعة مجلس الدولة هي محاولة لتمييع الاستحقاق الرئيسي. مجلس الدولة اليوم منقسمين، جزء يريد تغيير الحكومة وجزء يريد المناصب السيادية، الجزء اللي مع الحكومة لا يريد تغييرها، والجزء اللي ضد الحكومة يبي يغيرها، الجزء اللي مع الحكومة يبي يغير المناصب اللي ضايق في الحكومة كي تستمر هذه الحكومة. المنطقة الشرقية، لكن ألا ترى أن حديث السيد بن شرادة وهو أحد أعضاء اللجنة التابعة للمناصب السيادية حديث منطقي؟ لا ينبغي الحديث عن المناصب السيادية دون الحكومة، لأن من يراقب هذه الحكومة أو أي من الحكومتين ستراقب ويتتبع الفساد فيها وتكون هناك متابعة دورية لمصروفاتها وإقرار أيضا لميزانياتها.
والله العظيم ليس له علاقة بالمنطق ما يقوله بن شرادة، سواء في هذا الموضوع أو في غيره ليس له علاقة بالمنطق، لأن الكلام عن أساس المشكلة هو أن ينسحب هؤلاء سواء أعضاء النواب أو أعضاء الدولة ويتركوا للليبيين أن يختاروا من يحكمهم، وبعدها من يحكم بإرادة الليبيين يقوم بكل الإجراءات لتوحيد مؤسساته. أما هذا اللعب وهذا الضحك على الدقون، غير دبيبة، غير شكشك، غير مش عارف شن اسمها الثاني بتاع الفتح، هذا عبارة عن محاولة لإلهاء الليبيين ولإظهار إظهار أنهم يعملون وأنهم يقومون بإنجازات وأنهم يقومون بخطوة. تو بالله عليك بن شرادة تفكر، عظام العيد ناضي نوح قال لي والله الاتفاق السياسي اللي وقع في 2015 حوالي 8 سنوات فاتوا، يقول والله المراسل، لا الاتفاق السياسي وأنا أحد مصمميه كان مصمما على سنتين، على سنتين بعدها تجرى الانتخابات كمرحلة انتقالية. اليوم نحن 8 سنوات ولا زالوا يمضغون مواد هذا الاتفاق في الجوانب التي يستفيدون منها ويتركون ما كان يجب تنفيذه في إرجاع الحق لأصحابه الليبيين كي يختاروا من يحكمهم وينهوا سنين من المعاناة والانقسام والتشظي والإفلاس. تفضل بالبقاء معي سيد أشرف، تنضم إلي عبر الهاتف عضو الأعلى للدولة السيدة أمينة المحجوب. سيدة أمينة، لعلي أذكرك أن من سنة 2018 كان أول لقاء بين مجلسي النواب والدولة رئاستهما تحديدا للحديث عن التوافق حول المناصب السيادية، لليوم حتى اللحظة لم يحدث التوافق، نتحدث عن 6 سنوات تقريبا، لماذا الآن عاد الحديث عن هذه المناصب مرة أخرى؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم، مرحبا بالضيوف الكرام والمشاهدين. موضوع المناصب السيادية موضوع شائك، وموضوع المناصب السيادية طبعا جلست فيه رئاسة المجلسين بدون علم المجلسين تقريبا في بوزنيقة في المغرب، واتفقوا خالد المشري في الرئاسة السابقة وعقيلة صالح، واتفقوا على المحاصصة، وهذه طبعا شيء منبوذ كمبدأ، يعني لأن الكفاءة الذي يستحق الرجل المناسب في المكان المناسب، يعني يفترض أن يكون هكذا الأمر، ولكن اتفقوا رئاستي المجلسين على المحاصصة في المناصب السيادية وضرورة التغيير، لأن تم انقسام في ديوان المحاسبة لديوانين، وتم تقسيم الرقابة الإدارية لرقابتين شرق وغرب، لكنكم تعملون به الآن أستاذة أمينة هيئة مكافحة الفساد إلى 3 هيئات أو بثلاث رؤساء، تعملون الآن سيدة أمينة التقارير مزدوجة بالذي تنتقدينه على الأقل بين المشري وعقيلة على مؤسسات الدولة والحكومة أصبحت مبعثرة، فلا توجد تقارير موحدة ولا توجد أصلاً. أستاذة أمينة، هل تسمعينني بشكل جيد؟ نعم. طالما أنك تنتقدي في الخطوة التي أقدم عليها المشري وعقيلة وأن المحاصصة غير سوية وأن الرجل المناسب في المكان المناسب، اللفظة التي نتمنى أن تطبق في ليبيا رغم استهلاك الإعلامي والسياسي أيضاً، لكن لماذا تعملين بها؟ لماذا تنتقدين شيء وتطبقينه الآن رغم عدم قناعتك به، وأنت أحد أعضاء اللجنة الخاصة بتوحيد المناصب السيادية؟ نعم أجيبك. لو تعنت أنا وتمسكت برأيي وجهة نظري رغم أنها منطقية، ولكن لو تمسكت بها نعتبر أنا معرقلة، نعتبر أنا ومن مثلي من يطالبون بتطبيق الشخص الكفؤ في المكان المناسب لي، هنعتبر معرقلين ومتشددين، ونحن من نمنع، ونحن كما تحدث أحد ضيوفك الآن وقال أنا من منسقي الاتفاق السياسي، منسقي الاتفاق السياسي يعلمون جيدا أن هناك مادة في الاتفاق السياسي تنص صراحة على التزام مجلسي الدولة والنواب باحترام الهيئة التأسيسية وتمكينها من إعداد مسودة الدستور في خلال مدة زمنية معينة، والقيام بإصدار قانون استفتاء واستفتاء الدستور على الشعب الليبي. والغريب يعني الغريب في الموضوع أن من يطلع على الاتفاق السياسي أو من كان في هذا المنطق تحديدا يعي تماما أن على مجلسي الدولة والنواب ألا تجاوز حدودهما في قصة في قصة الدستور التي أعدت، عفوا، التي أعدت من قبل الهيئة التأسيسية، والتي يجب على الجسمين والضغط الشعبي على الجسمين أنهم. تفضلي بالبقاء معي سيدة أمينة لأنك أثرت نقطة ستثير كثير من النقاش على الأقل مع السادة
الضيوف، لكن ليس علي أن أذكرك بأن مهمتك كبرلمانية أن البرلمانات منذ نشأتها هذا هو دورها، يعني يتلخص الدور في العرقلة، في التصويت بنعم والتصويت بلا، وعندما يصوت أحدهما بلا لا يخاف كونه معرقل لأنه يعبر عن قناعته وبالتالي قناعة ناخبيه أو الدائرة التي يمثلها من وراءه. لكن سأعطيك المساحة أستاذ أمينة لو سمحتي حتى أشرك بقية الضيوف معك. في الدول المستقرة، نعم أنا معك وأيد كلام، في الدول المستقرة ديمقراطيا، أما ليبيا دولة غير مستقرة ديمقراطيا فبالتالي لا تطبق المثاليات اللي تجرى في الدول الأخرى على الوضع الليبي الراهن الآن. طيب سيد عبدالله الكبير مرة أخرى ومعنا أستاذ أمينة المحجوب، ماذا يعني تفعيل المسار في هذا التوقيت؟ مسار المناصب السيادية؟ نعم، هو فقط كما أشرت سلفا يعني لقناعة راسخة بأنه لن تجرى انتخابات ولن يغادروا مواقعهم، لأنه في الأصل من يقرر ومن يريد الانتخابات فعلا ويرى أن هذه الانتخابات ستأتي بشخصيات أخرى وستوحد السلطة التشريعية لا يفكر في البقاء ولا يفكر في إنجاز هذه المهمة، يترك هذه المهام للبرلمان أو مجلس النواب المنتخب القادم. ولكن هذه ما لا يدرك كله لا يترك جله. سيد عبد الله، سيد أمين الآن ردت بشكل منطقي على أن الحالة غير مستقرة في ليبيا، اللي نقدر على الأقل نصلح منه ونعاود للمسار الصحيح حتى أخرج من هذه الأزمة نقوم به، مش أني نلعن كل شيء أو على الأقل ننتقد كل شيء ولا أدخل في أي مسار. لا 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 لا، بالعكس تماما، يعني تو لو غيرنا المناصب السيادية، استيقظ الليبيون غدا على مناصب سيادية جديدة، الرقابة إدارية رئيس جديد، ديوان المحاسبة رئيس جديد، وهيئة مكافحة الفساد رئيس جديد، ما الذي سيتغير على الليبيين؟ طالما بقي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبقي الانقسام الحكومي، حكومة في طرابلس وحكومة في بنغازي، ما الذي تغير؟ التغيير الأساسي والتوحيد الأساسي يبدأ بتوحيد السلطة التشريعية. نحن لا نرفع السقف عاليا ونقول فليجروا استفتاء على مسودة الدستور حتى نتخلص مبكرا من المرحلة الانتقالية ونتحول إلى المرحلة الدائمة، ربما هذه أمنية يصعب تحقيقها في ظل هذا الصراع، ولكن على الأقل تتولد قناعة لدى أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة بأنهم فشلوا، بأنهم أخفقوا، بأنهم أوصلوا البلاد إلى هذا الدرك المخيف، ومن ثم عليهم أن يغادروا. من غير المعقول بلاد فيها قوات أجنبية حدودها منتهكة، تهريب من الداخل ومن الخارج، عصابات منظمة تستغل ليبيا في التهريب، سواء تهريب السلع سواء تهريب النفط. في نهاية المطاف سيد الكبير، ليس مجلس النواب الدولة اللي يملكوا تشكيلات مسلحة أو ميليشيات تفتعل الحروب، هم جزء من هذه الصورة المتكاملة للعرقلة، إن ذهبنا معك وأكدنا ما خلصت إليه أنت من أنهما جسمين معرقلين. نعم يا أستاذ محمد، لأن قلت أن البلاد في ظل هذا التردي وفي ظل هذا الانحدار المخيف الذي تسير إليه هي بحاجة إلى سلطة منتخبة لا تملك السلاح، ليست أقوى من حيث القدرات العسكرية مع المجموعات المسلحة، لكنها على الأقل تملك الشرعية الانتخابية، تملك إرادة الوطنيين. يا أستاذ محمد، الآن في ظل الوضع الذي نحن فيه الآن، أي مناصب سيادية، أي حكومة تنفيذية ستكون تحت سيطرة القوة المسلحة الموجودة على الأرض. لو غيرت دبيبة ولو غيرت حماد، ما الذي سيتغير؟ الحكم في يد القوة المسلحة الموجودة في الشرق الليبي، حماد مجرد واجهة. طيب الحكومة الوحدة الوطنية لابد أن تخضع لإرادة القوات والميليشيات والمجموعات المسلحة الموجودة في الغرب الليبي، ولابد أن تهادنها، ولابد أن تقدم لها المغريات لكي لا تثير المتاعب. واضح تماما سيد عبد الله، اسمح لي أن أنتقل. لمواجهة هذا الوضع المتردي نحن بحاجة عاجلة إلى انتخابات برلمانية. نعم، هذه الخطوة توحيد المناصب أو إعادة تسميتها، وهذه نقطة أخرى جدلية لا أدري المجلسين هل يسعيان إلى التوحيد، والتوحيد لا يتأتى إلا عبر
التسمية الجديدة لرؤساء هذه الأجهزة ووكلائها أم لا دكتور يوسف؟ لكن هذه الخطوة في نهاية المطاف هي لصالح من؟ أستاذ محمد، هذه الخطوة هي لصالح المجلسين، هي ليس لصالح التوحيد الأساس، لأن تعرف أنت اليوم نحن مقسمين. المفروض أن يتم حقيقة يعني العمل على تهيئة الموضوع الانتخابات وليس إعادة المناصب. الحديث كان عليها في السابق كثير ولكن لم تنجز بأي شكل من الأشكال، لأن مشكلة حقيقية اليوم أنت لما تكون حتى عندك اليوم حكومتين، بالتالي حيكون عندك جهازين رقابة، حيكون عندك جهازين دول محاسبة، وهذه مشكلة نحن واقعين فيها. وبالتالي توحيد المؤسسات هي أمر ملح حقيقي ولكن ليس الآن. حديث عليها الآن والعمل عليها الآن هو حقيقة الاستفادة من البقاء في السلطة أكثر فترة ممكنة والابتعاد عن مسألة الانتخابات، وهذا أمر أصبح واضح وكل المحللين والسياسيين متفقين على هذا الأمر، لأن الأمر حقيقة الأمر لما تتكلم ليش تعتبر في خطوة توحيد الحكومة دكتور يوسف أنها لصالح الوطن والمواطن وتوحيد المناصب السيادية في صالح المجلسين، بالرغم من أن حتى لو الحكومة أو السلطة التنفيذية وحدت فالمشرف على عملية توحيدها سيكون في نهاية المطاف المجلسين؟ نعم استاذ محمد، لان مساله السلطه التنفيذيه ليس في يد المجلس النواب وليس في يد مساله الدوله، هذا امر واضح. يعني هم تكلموا عليها مساله التوحيد حتى في السابق مع السيد المشري ولم تنجح هذه المساله، لان المجتمع الدولي لا يريد حقيقه تشكيل حكومه وتوافق داخلي بين الاطراف، يريد حكومه عن طريق حوار، وهذا ما يسعى اليه. توحيد السلطه التنفيذيه في يد من في هذه الفتره؟ من الذي يملك القرار فيها اليوم؟ تعمل على الانقسام، لماذا لم يتكلموا اليوم على توحيد الحكومه المجلس النواب مساعد؟ لماذا لجوا الى المناصب السياديه في هذا الامر؟ لان عارفين هم ان مس الحكومه ليس 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 من الممكن ان تتم، لان هي عطيق اجراء دولي يعني. طيب سيد اشرف الشيح، ما ارتباط هذه المساعي بمسار توحيد الحكومه؟ الا تبدو لك انها الذي يملك مقدمة لها؟ استاذ محمد، بالنسبه لتوحيد الحكومات اليوم انت عندك تشوف انقسام طيب. سياسي حاصل بين حكومتين، الذي سأتي معك الحقيقه والذي نحن نرى فيه انه هو حيدعم موضوع تشكيل حكومه هو المجتمع الدولي، هذا امر طيب. معروف، لان لو كان في يد حكومه وضحت دكتور يوسف وضحت كان في اتفاق على حكومه موحده الان طيب. لم يتفقوا يتكلموا لكن لا يتفقوا لا يستطيعون حتى الحديث. اسمح لي اسمح لي جديد يعني. الان سانتقل للسيد اشرف. سيد اشرف، يعني هل ترى ان هذه المساعي هي مقدمه لمسألة الخوض بعد ذلك في توحيد السلطة التنفيذية؟ شوف، مسألة توحيد السلطة التنفيذية تسمحها من عقيلة صلاح، لكن صاحب القرار الفعلي في الشرق الليبي خليفة حفتر وأبنائه لم يعودوا يتكلموا عليها لسبب وجيه. سبب أن بعد الخلاف بين الصديق الكبير وبين عبد الحميد الدبيبة، والذي أصبح واضحا خاصة بعد غياب الصديق لفترة شهر بعدة دواعي منها حادث سير وإلى آخره، هناك حوالي 6.5 مليار أو 7 مليار، لست متأكدة من الرقم، تم تحويله لخليفة حفتر في المنطقة الشرقية لسداد مشاريعه وأعماله عن طريق حكومة حماد أو عن طريق حماد. الحقيقة في الشرق الليبي لا توجد حكومة، يوجد صراف اسمه حماد، أسامة حماد، يعمل لدى أبناء حفتر وحفتر لصرف الأموال عن طريق لجنة أعمار بنغازي وتوى لجنة أعمار درنة اللي سمى فيها ابن حفتر. هذه الوضعية مريحة جدا، حتى وإن كانت تعمل بطريقة لا تمت للقوانين ولا للإجراءات بصلة، كما يعلم الجميع أن سبب ارتفاع العملة في السوق الموازية هو شراء العملة الأجنبية من السوق السوداء بمليارات في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى عوامل أخرى. وهذه الوضعية مريحة، لأن يعلم خليفة حفتر وأبنائه ويعلم عبد الحميد الدبيبة أن إمكانية الاتفاق على حكومة موحدة بينهما أمر مستحيل. اتهامات خطيرة جدا تسوقها سيد أشرف في سياق هذه الحوارية لأشخاص ولهيئات ولمؤسسات. لا مش اتهامات، لا ليست اتهامات، هذه حقائق، هذه حقائق
التحويلات من مصرف ليبيا المركزي تحت غطاء اللجنة المالية في البرلمان للمنطقة الشرقية بدواعي إعادة إعمار، بدواعي ميزانيات للحكومتين، بدواعي مختلفة. ما قلت لك أنا قصة الاستناد إلى قوانين وإلى مرجعيات أصبح من المضحك في ليبيا. ما عادش في قوانين يرجعونها إلا عندما يختارونها وينتقوها، زي ما داروا توا الاتفاق السياسي، اختاروا منها غير توحيد المؤسسات، غير توحيد تغيير المناصب السيادية، ولكن كل الأجزاء الأخرى كفروا بها، يؤمنون بجزء ويكفرون بجزء، ويقول لك والله عندنا مرجعية. ما عندكمش مرجعية، أنتم فاقدي الشرعية وفاقدي المشروعية، وليست لكم أي السيدة أمينة على الأقل تعبر عن رأي كتلة داخل الأعلى للدولة، تقول لك أنا رغم اعتراضي على هذه النقطة إلا أنني لا أريد أن أكون معرضة. مع احترامي، مع احترامي لآراء بعض الأعضاء الذين أعرفهم كسيدة أمينة المحجوب، ولكنني أحتج بعد كل هذه السنوات يا سيدة أمينة وزملائها حتى ممن يحملون النوايا الحسنة، ولكن الدافع المسؤولية الوطنية بعد كل هذه السنوات يجب أن يكون في اتجاه أن ينسحب الجميع، لأنه عندما يقتنع الإنسان أنه في موقع مسؤولية أمن أمانة من قبل الليبيين الذين انتخبوه 10 سنوات مضت أو 11 سنة مضت، ولم يستطع الوفاء بتعهداته وبما رشح نفسه من أجله، يجب عليه احتراما لنفسه أولا قبل احترام الناس أن ينسحب، لأنه يعلم علم اليقين أنه لن يستطيع تغيير شيء، ولذلك ما يتقاضاه من مال مقابل هذا العمل ليس من حقه، لأنه لم يستطع الوفاء بوعوده حتى وإن كانت نيته حسنة. أنا أحترم بعض الآراء، ولكن المبدأ العام يفرض على الإنسان السوي أن يقف وقفة أمام مرآة ويقول ماذا قدمت وماذا لم أقدم، هل أنا أستطيع أو لا أستطيع. مش أول ما يسمع بعض الناس الذين كنا نتوسم فيهم خيرا من أصحاب الشهادات العليا وأصحاب السمعة الجيدة، يسمعوا أن في ترشح لمناصب يمشوا يجروا دون النظر إلى أن من سوف يعطيهم هذه المناصب فاقد الشرعية، ولا شرعية له ولا حق له في أن يمنح مثل هذه المناصب. اليوم أم تقولوا لي واحد والله تعالى بنرشحوك وزير ولا بنعينوك وزير ولا بنعينوك كذا ويمشي يجري، هذا الحقيقة أحد أمرين، إن إما أنه لا يفهم أو أنه طامع ويريد الاستفادة وفقط، ولا يريد أن يحقق رسالة أو يحقق هدف ذا طابع وطني. طيب، حق الرد طبعا مكفول لكل الجهات التي الآن يتحدث عليها السيد أشرف الشح، سواء بالإشارة أو بالتصريح وهو يرى أنها حقائق، بالمساحة التي منحت للسيد أشرف ستمنح للجميع سواء المتقدمين لهذه المناصب أو الأعضاء الذين توافقوا على تسميتها. أستاذ أمينة، في نقطة في غاية الأهمية باش نفهمها أنا على الصعيد الشخصي على الأقل، نحن هنا في فريق الإعداد، هل الهدف هو توحيد المناصب عبر تسمية رؤساء جدد لها، أم الهدف الأسمى هو توحيد المناصب بغض النظر عمن يكون على رأس هذه المؤسسات؟ هو يجب أن تتوحد المناصب لأنها متزوجة أصلاً 3 هيئات وثلاث مؤسسات وثلاث هيئات مكافحة فساد ورقابتين إداريتين وديوانين محاسبة من المحاسبة يشرفان على توحيد المؤسسة. توحيد يعني عادة مجلس الدولة هو من يسعى لحسن النوايا في التواصل مع مجلس النواب. يا مجلس النواب، نحن على يعني يجب أن يوصلكم حس أن نحن راغبين في توحيد مؤسسات الدولة. مجلس النواب ليش ما توحدش الحكومة وتكون بادرة حسن النية من قبلكم؟ يا سيد الفاضل، كل ألاحظ يعني كل ضيوفك الكرام سواء في هذه الحلقة أو في حلقات سابقة كلهم يتحدثوا على الانتخابات واستحقاق انتخابي، ويجب على الشعب يريد الانتخابات. نعم، الشعب يريد الانتخابات وأنا أريد الانتخابات أيضا، ولكن على أي قوانين نتحدث؟ عن أي دستور نتحدث؟ مجلس النواب جت انتخابات مجلس النواب وانتخب مجلس النواب على إعداد على إشراف على إعداد الدستور، وتم إبطال مجلس النواب وجاء الاتفاق السياسي وأوجد الجسمين وألزم الاتفاق السياسي الجسمين بمراعاة الهيئة التأسيسية في إعداد الدستور. لماذا كل هذه القوى التي تتحرك الآن وكل المعارضين الآن وكل المحللين السياسيين الآن تتحدثي عن نقاط سابقة أستاذة أمينة؟ عفوا، لو سمحت دعني أكمل.
مو انت مشيتي دوني دانيك ساعطيك المساحه رجاء استمعي لسؤالي ساعطيك المساحه السيد امين هو استدراك عليك رجاء هو استدراك عليك فقط مساله القوانين ومساله ان المجلس النواب مشى بها منفردا هي امر قضي سواء توافقت ام لا اصبح امر واقع الان وفق البعثه وفق لا غير واقع لا غير واقع غير واقع غير صحيح عليه. انتوا صوتوا مطعون امام الدائره الدستوريه مطعون امام الدائره الدستوريه وسياخذ وقته في اصدار الحكم ان شاء الله وسيصدر حكما ان شاء الله ببطلان هذه القوانين والقاعده الدستوريه ايضا لان هناك اجراءات شكليه باطله الم يصوت عليه الاعلان الدولي الم يصوت على الاعلان الدستوري 13 وال14 بعد ذلك لا اطلاقا اطلاقا المجلس الاعلى للدوله لم يصوت بالاغلبيه المطلقه اللي وارده في اللائحه الداخليه في المجلس الاعلى للدوله على هذا التعديل ولم يصوت على القوانين الانتخابيه بالعدد المطلوب في اللائحه الداخليه فبالتالي يعتبر هذا تعديل باطل القوانين بالمناصب السياديه استاذ امينه اذا كان المشكله في القوانين ليش تمشي للمناصب السياديه عفوا لما نتحدث على مناصب سياديه يتهمنا الاخرين باننا نحن على يعني على الاقل نحن كاعضاء مجلس دوله يتهمنا كل المحللين السياسيين وكل التقنقرات وكل الاكاديميين باننا نحن نريد ان نبقى في هذا المكان لا نريد ان نبقى في هذا المكان ولا يعني وشعب حياه الشعب الليبي لا تتوقف علينا ولا على مجلس النواب بل بالعكس يجب وجود دماء جديده الان بعيدا عن حسن النوايا استاذ امينه التي لا يمكن لاحد التشكيك فيها لكن يمكن لاي احد ان يتحدث بالوقائع الوقائع كلها تتحدث على انكم تمددون لانفسكم وانكم بقيتوا فتره من الزمن لا. الوقائع لا. في واقع مناقض لذلك هل في انتخابات هل في انتخابات لمجلس نواب جديد هل في توحيد للسلطه التشريعيه نعم عفوا يعني هل نحن حتى نبين للشعب الليبي وحسن نوايانا اننا نتواصل مع مجلس أو نتنازل لمجلس النواب على هذه القوانين المعيبة اللي مفصلة على شخص معين بذاته لرئاسة الدولة حتى نتسنى نوايانا طيبة تصل للشعب الليبي يعني هل أرضى أنا كمواطنة ليبية أن يحكمني شخص عسكري دكتاتور بعد انتهاء دكتاتور سابق يعني فات علينا 42 سنة من الحكم الظالم حتى يتمكن عسكري آخر بالحكم وإطباق الدكتاتورية علينا يعني هل يجوز هذا؟ هل هذه هي الأمانة؟ الأمانة أن نوصل قوانين انتخابية عادلة لا تخصي أحد ولكن تطبق شروط معينة للترشح. مازال السؤال هو ذاته أستاذ أمينة أنت ما جاوبتنيش ومش عارف ليش يعني تحاول الهرب من السؤال فضل. دون أن تجيبي بشكل واضح. أنا منطقية واقعية جدا لا أهرب من شيء تفضل. أتمنى أن تكوني كذلك في إجابتك. ليش أنت يعني تقولي المشكلة في القوانين؟ شن علاقة القوانين بالمناصب السيادية؟ المناصب السيادية مباشرة الآن كل هيئة عندها أكثر من 3 رؤساء. الرقابة الإدارية تتصارع ديوان المحاسبة يتلكى ديوان المحاسبة في المنطقة الشرقية رقابة هيئة مكافحة الفساد 3 هيئات 3 رؤساء هل يجوز أن يشتغل أكثر من 4000 موظف داخل هيئة سيادية تشرف على تراقب الحكومة وتشرف عليها بين في 3 رؤساء كل رئيس ينقل كل رئيس يندب وكل رئيس في مقابل ذلك زميلك السيد سعد بن شرادة كان معنا الآن ويقول إن الأولوية والأغلبية داخل قبة الأعلى للدولة تتحدث عن توحيد الحكومة قبل المناصب السيادية حتى تتوحد هذه المناصب يجب أن توحد الحكومة قبلا غير صحيح هذا كلام غير صحيح هذا وجهة نظر فريق كتلة الوفاق اللي هي الفريق الذي يسعى لتغيير الحكومة أنا لا أتحدث باعتباري أن مع الحكومة أو ضدها لا تعنيني الحكومة تعنيني المناصب السيادية أنا عضو معتبر وطني سابق في لجنة المناصب السيادية في لجنة مكافحة الأجهزة الرقابية من 2012 إلى هذا إلى انتقال المجلس على الدولة وكنت في هذه اللجنة إلى غاية 2023 وأعي جيدا ماذا تعاني هذه الهيئات السيادية تعاني الويلات من تغيير الرؤساء من تعدد الرؤساء من ازدواجية القرارات من حبطها أصلا لأن لا يوجد مسؤول شخصية مسؤولة تستطيع أن تقوم بمراقبة الحكومة وتتبع الجرائم الاختلاسات المالية حتى مكتب النائب العام ثم غرفة الاتهام ثم الجنايات لا تستطيع لأن تعدد الرؤساء لا يستطيع قيام هذه الهيئات بواجبها تفضلي بالبقاء معي أستاذ أمينة تفضلي بالبقاء معي سيد عبد الله الكبير توحيد المناصب هذا التوصيف يعبر عن هذا الإجراء هل أو عن هذا الإجراء عفوا هل هو على غرار توحيد مصرف ليبيا المركزي توحيده رغم بقاء الأسماء الرئيسة لا 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 لا, 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 لا الهدف الرئيسي يا أستاذ محمد الهدف الرئيسي وأعتقد أن هذا أصبح الآن معروفا لدى كل الليبيين الهدف الرئيسي هو الاستمرار والبقاء حتى توحيد المصرف المركزي لم يتم بشكل كامل
ولاحظ أن توحيد المصرف المركزي اتخذ خطوات كثيرة واجتماعات في تونس وفي ليبيا وبتدخل أمريكي مباشر. من المسؤول عن هذا الانقسام؟ من الذي شكل حكومة موازية لكي يكرس هذا الانقسام؟ من الذي شكل هذه الهيئات الموازية؟ سواء ديوان محاسبة أو رقابة إدارية أو هيئة مكافحة الفساد. هذا الذي أحدث هذا الانقسام لا يمكن أن نأتمنه على توحيد هذه المؤسسات من جديد، لأنه يريد لهذا التأزيم أن يستمر. تتحدث عن مجلس النواب وحسب أم عن المجلسين؟ نعم. هل اتهامك يصب ضد أو كاتهام مباشر لمجلس النواب وحسب أم يطال المجلسين؟ مجلس النواب، مجلس النواب بالدرجة الأولى، والقوى التي تقف وراء مجلس النواب، لأن مجلس النواب صلاحياته حتى حسب الاتفاق السياسي الذي أنشأهما من جديد، صلاحيات مجلس النواب أعلى وأكبر من صلاحيات المجلس الأعلى للدولة. وبالتالي تأسيس حكومة موازية وتأسيس هيئات موازية هي مسؤولية مجلس النواب والقوى التي تقف خلف مجلس النواب لكي تستمر حالة التأزيم ويستمروا في السلطة. لو أنهم بالفعل في نيتهم إجراء الانتخابات والذهاب نحو الانتخابات ومحاولة التوصل إلى توافق عبر التنازلات المتبادلة للذهاب إلى انتخابات، لكانوا الآن بصدد الاستعداد للمغادرة. مش معقولة واحد بيغادر ويفكر في المغادرة ويخطط للمغادرة وقاعد يفكر في المناصب السيادية وقاعد يفكر في توحيد مؤسسات الدولة. يعني زي واحد انتهت مدة تأجيره لبيت ويفترض أن يغادر ويعد حقائبه ليغادر، ويجي يقول لك تو بنغير الصالون وبنغير دولاب المطبخ والشباك هذايا بنديره باب. مش معقول، أنت خلاص بتغادر. فإذا كانك بتغادر فعلا فأنت تخطط للمغادرة، لا تحدث أي تغيير، دع هذه المهمة لمن سيأتي بعدك. وبالتالي هؤلاء هم المسؤولون عن حالة الانقسام، هم المسؤولون عن تكريس حالة الانقسام لكي يستمروا في السلطة. وموضوع المناصب السيادية، حتى المناصب السيادية التي توحدت أو التي تغيرت، رئيس المحكمة العليا والنائب العام، لأن السلطة القضائية قبل أن يحدث فيها ما يحدث من خلال تصرفات عقيلة وإعادة تأسيس المجلس الأعلى للقضاء والإصرار على تمكين القوي من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، هي باتفاق القضاة. المحكمة العليا هم الذين اختاروا برزيزة، وكلاء النيابة والهيئات القضائية هم الذين اختاروا الصديق الصور نائب عام. وبالتالي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فقط صادقوا على هذين المنصبين. أنا أتذكر أنه في بوزنيقة جولات وحوارات، وكانوا يريدون أن يقسموا هذه المناصب السيادية وفقا لحصص معروفة حسب الأقاليم أو حسب المصالح الشخصية لأطراف في المجلس الأعلى للدولة وأطراف في مجلس النواب. وللأسف كرسوا الجهوية في هذه المناصب السيادية. كل ما يفعلونه هو ضد الوطن. وبالتالي لابد من إجراء تغيير سريع بإجراء انتخابات وإزالة كل هذه الأجسام التي كل ما يفعلونه هو ضد الوطن. تقصد المجلسين أم المجلس النواب وحسب؟ أو مجلس النواب وحسب دون أن التعريف؟ المجلسان، ولكن المسؤولية الأكبر على مجلس النواب. طيب سيد الفارسي، خبراء بمجلس الأمن يتحدثون على هيمنة آل حفتر على جميع مناحي الحياة في برقة. ضيوفي هنا يرون أبعد من ذلك، أن حتى حماد هو ليس رئيس حكومة بل يعمل كصراف إن صحت اللفظة بين قوسين لدى خليفة حفتر. سؤالي هو عن الضمانة التي لربما ألا تعيد كتلة أبناء حفتر، كتلة بلقاسم داخل مجلس النواب، في حال ما توافق المجلسين ووحدت هذه المناصب، ألا تعيد مسألة عدم التوافق مرة أخرى وتطرحها للنقاش بعد كل توافق أو شبه توافق يحدث بين المجلسين. أستاذ محمد، أولاً أعطني مساحة بس طبعاً. تفضل. أنت تعرف اللي مسيطر الآن على أموال الليبيين والسرقة اللي قاعدة واضحة ليلا نهارا، والميزانيات تصرف اليوم ودول المحاسبة قاعد يتفرج عليها بشكل كامل، وهو متورط حتى فساد الإفاد اللي في الجمعيات اللي أنا عضو التدريس فيهن
طبعا ناهيك عن 45 مليون اليوم يصرفوا فين على المناواصف وعلى الفنانين والفساد المستشري اليوم والشعب قاعد يعاني. انا كعضو تديس استاذ محمد خصمين من مرتباتي شهر 11 و12 وصرف بين على الفنانين، الجيش الليبي قاعد يعمل على دعم الاستقرار والامن، كذلك على مساله اليوم الموجوده اعاده الاعمار الموجوده في مدينه بغداد بشكل كامل ولا يملك حتى ميزانيات، الميزانيات قاعده تذهب الى اعلاميين من خارج ليبيا بدأت تصرف على داخل ليبيا وعلى الاعمار وعلى المرضى وعلى الناس تعاني بشكل كبير، والذي اليوم تواجه حقيقه اخطر وابشع انواع الفقر حقيقه تحت وطأة العيش اللي هو اليوم الصعب يعني فيه المواطن بشكل رئيسي، وبالتالي اليوم في مشكله حقيقيه تواجه هذه الحكومه وهذا الفساد اللي موجود. انت لما تتكلم عن دول المحاسبه، دول المحاسبه غير يعالج الفساد اللي موجود في دول المحاسبه، مكافحه الفساد لم تعالج الفساد الموجود المستشري بشكل رئيسي. انت تتكلم عن المناصب السياديه، المناصب السياديه المفروض يكون فيها امر ويكون فيها حسم لهذا الامر، ولكن ليس توقيتها الان. المفروض اليوم يعملوا على مساله انتخابات، اعاده الاستقرار، على مسائل توحيد مؤسسات الجيش الامنيه بشكل رئيسي لكي نذهب الى مساله انتخابات، ولكن الحديث على امور اخرى حقيقه يعتبر عبث حقيقي، يعتبر عدم وجود نيه حقيقيه حتى لهذه الاطراف بان هي تسلم السلطه الفتره القادمه وبدأ تعمل على افشال اي مراحل. الجيش ليس له علاقه بهذا الامر، الجيش قاعد يعمل على حالة دعم الاستقرار ودعم الامن ودعم كل ما تتطلبه. طيب حقيقه دكتور، دكتور لو سمحت لي، لان لاحظنا الفترات لو سمحت لي دكتور السنوات السابقه اذا ما كنت تسمعني وانا نبي نعطيك المساحه دون اي مقاطعه منك، هذا عن حكومه الوحده التي اتهمتها بالفساد وبتبديل اموال الليبيين وما الى ذلك من صفات كما ذكرت انت. ماذا عن كون حماد يعمل لدى حفتر؟ اليس هذه النقطه هي وجه من اوجه الفساد ووجه كبير أيضا لا يمكن غض الطرف عنه؟ أستاذ محمد، اليوم على أرض الواقع في مدينة مغازي، اليوم حكومة الديوان المحاسبة لم أريني أنت تجاوزات عند مثلا القيادة العامة للجيش أو المشير خليفة حفتر، لم يشر تقرير حتى لأي نفقات غير شرعية لهذا الأمر، وبالتالي اليوم الجيش يعاني من عدم ميزانية. أتعلم لماذا لم تسجل أي ملاحظة حول القيادة العامة كما ذكرت ولا على حكومة حماد في تقرير ديوان المحاسبة؟ دكتور يوسف، هل تعلم لماذا يعني رغم النموذج اللي سوقته، نموذج الاستقرار واللا فساد التي تعيش برقة اليوم، ما سوقش يا استاذ محمد، اسمح لي. هذا امر حقيقي واقع. طيب. على ارض الواقع نشوفه فيه، انا لما طلعت القناه وجيت في الطريق نشوف الجات الضخمه داخل مدينه بنغازي. طيب دكتور، هل تعلم لماذا لم يدرج اي من الارقام حيال الفساد الحاصل اليوم اتجاه هذه المؤسسات؟ لانها خارج الرقابه من الاساس. حكومه الوحده بكل العوار الذي تتحدث عنه إلا أن هناك أجسام ومؤسسات تقوم برصد التجاوزات، اتخذ ضدها إجراءات أم لا، هذا شأن آخر. لكن اسمح لي دكتور، اسمح لي رجاء، هل تعلم أن بالقرب منك وأنت دكتور وأستاذ جامعي في ديوان محاسبة كما الديوان الذي يرأسه خالد شكشك في عشرات أو مئات الموظفين الذين يتقاضون مئات الألاف تصل إلى حد الملايين من المرتبات في كل شهر، لم يصدر حتى اللحظة منذ إنشاء أي تقرير واحد عن أي تجاوز لمجلس النواب، لقيادة عملية الكرامة، لحكومة الثني، لحكومة حماد، لحكومة بشاغة؟ هل تعلم ذلك الأمر أم لا؟ أستاذ محمد، المصرف المركزي وين موجود؟ سؤالي واضح دكتور، أنت ضربت مثال ديوان المحاسبة والتقارير، أنا قلت لك في تقرير الآن موجود في تجاوزات، اسمح لي، في ديوان محاسبة كامل قاعد في الشرق دكتور يوسف. الجيش أستاذ محمد يأمن في الحقول ويضخ فين الغادي، يصرف فين على الفنانات وعلى الحرام وعلى الفساد. طيب. أستاذ محمد، الأمر واضح عند الناس، راه الشعب يحتقن قاعد، حكومة طيبة أفلست يا راجل، البلاد ماشية الاقتراض يا راجل، نحن أعضاء تدريس حرمونا مرتباتنا، شهر 11 خصموا منا مرتب يا راجل، حتى الوضع الامني نقيب عن تتاح ساحه حبسوه في طرابلس، ويوم امس خاطفين عضو التدريس خاطفين في طرابلس، تقول لي انت حقوق كان تبي انت تبي الميزانيات وتبي نوريك الفساد الموجود من 2015 الان لما تقاضوا اجازه تفرغ علمي، اعضاء تدريس، تامين صحي ما فيش، تعاونات مستحقات ما فيش، رؤساء الاقسام ما فيش، عمدات كليات ما فيش، فساد مالي غير مسبوق استاذ محمد، واليوم تقول فساد كله موجود في الحكومه. انا متعود على وضوحك على الاقل كبير. دكتور يوسف، بالاسماء ولا ما عندكش علم استاذ محمد؟ ماذا عن البرغثي؟ طلب من الوزراء حكومه، ماذا عن البرغثي؟ وزراء بالكامل. ماذا عن حنان البرعصي؟ ماذا عن سهام سرقيوة؟ من 2015 الى الان. ماذا عن الاستاذ الجامعي زميلك دكتور فتحي البعجة؟ كبير استاذ محمد،
ماذا عن زميلك؟ جامعات فساد، ماذا عن زميلك؟ يا راشد سرقات بالملايين، استاذ كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي فتحي البعجة. سمعتني دكتور يوسف أليس كذلك؟ نسمع فيك أستاذ محمد، مش واضح الصوت شوية. طيب سأتحول إلى ضيفي إذن السيد أشرف الشح. أستاذ أشرف، يجب الحديث عن المناصب وتغييرها، وقبل ذلك يجب أن يكون الحديث على الحكومة التي أفسدت وأوغلت في أموال الليبيين وفق السيد يوسف الفارسي، ويجب الحفاظ على النموذج الموجود الآن في برقة على الأقل في ظل وجود إعادة إعمار ومؤسسات تعمل بتناغم كامل، سواء قيادة الكرامة، حكومة حماد، مجلس النواب وغيرها من القوى السياسية الفاعلة على الأرض هناك، وبالتالي يجب أن نسعى لهذه الخطوة في مقدمتها تغيير أو توحيد الحكومة على الأقل ممثلة في السلطة التنفيذية. معلش نسأل سؤال بس يا محمد، هو بدافع الفضول ماليش علاقة بموضوع الحلقة، ممكن؟ تفضل. نبي نعرف الأستاذ الفارسي شن تخصصه بالضبط، شن يدرس في الجامعة بالضبط؟ قدمناه في بداية الحلقة، هو أستاذ علوم سياسية. علوم سياسية؟ نعم علوم سياسية. أوكي تمام. نبي نقول أن مطالبة توحيد الحكومة، أنا بنحط السيد الفارسي في تحدي. توحيد الحكومة، هل المطلوب أن يكون رئيس الحكومة بتسمية من المشير أركان حرب زي ما حصل في بنغازي اليوم، ولا توحيد الحكومة عن طريق عملية سياسية؟ ليس للجيش العربي الليبي الأشم هذا دور فيه، لأن إن كان الأستاذ العلوم السياسية يطالب بأن يكون للجيش دورا في تشكيل حكومة فهذا يتعارض مع اللي درسه ومع اللي درس فيه، وأنا نبدأ نشك حتى في المخرجات التعليم في ليبيا إذا كان مدرسين بهذا يفكرون بهذه الطريقة. قصة والله لا يجب توحيد الحكومة، نمشوا للب المشكلة. لب المشكلة أن المؤسسات سواء البرلمان أو ما يسمى بالبرلمان ومجلس النواب في الشرق ومجلس الدولة في الغرب، هذه أجسام غير صالحة للاستعمال، expired، مسمومة، استعمالها قد يسبب الوفاة. وحب التعليق على كلام السيدة المحترمة أمينة أن والله هي من 12 سنة تابع في المؤسسات الرقابية وأنها تعاني الأمرين، وأن والله يا أستاذ أمينة من يعاني الأمرين هم الليبيين ببقاء هذه المؤسسات وبمراوغتها وبمحاولة اختلاقها للمشاكل في كل مرحلة وفي كل هذه السنوات. اليوم أصبح فرض عين أن تنسحب هذه المؤسسات الغير شرعية التي لا تمتلك أي مرجعية، وأنا أتحدى أي شخص يقول لي أنا منتخب، أنت اللي انتخبوك يا أما ماتوا يا أما سوك، معاش عندك شرعية، ما أعتقدش أنها تدور في الشارع يعرفوك الناس اليوم إلا إذا كانت تطلع في الإعلام، لكن تسترد إلا أن إلى أنك أنت منتخب في 2012 ولا 2014 أصبح أمر مضحك، لا يمكنك من اتخاذ أي قرار فيه تحكم في مصير الليبيين. بالتالي قصة والله يا فارسي أن والله توحيد الحكومة هي الأولى، نعم توحيد السلطة الحاكمة في ليبيا هي الأولوية، ولكن نبدأها من القاعدة بتوحيد المؤسسة المنتخبة التي تشكل الحكومة فيما بعد. وهذا ليس، قد يفهمني البعض يقول لك والله هذا معناها استمرار عبد الحميد الدبيبة، لا عبد الحميد الدبيبة فليذهب إلى الجحيم غدوة، واحد من أسباب المشكلة، وحتى هو شريك في جماعة حزب البقاء وحزب الاستمرار، وكل واحد يستعمل في أساليب مختلفة. أنا لست لا مع هذا ولا مع ذاك، أنا مع إنهاء هذه المرحلة وإنهاء المشكلة بشكل جذري. قد يتهمني البعض يقول لك والله هذا حالم،
لأن الانتخابات مستحيلة. نعم مستحيلة في ظل وجود هؤلاء، لأن هؤلاء لن يسلموا للليبيين حقهم طواعية. هذا أنا مقتنع به، أن والله يجيك غدو الصبح يدير بتيلي خمسة طاولة خمسة ولا طاولة ستة ولا طاولة 16، والله العظيم هم متفقين على إعادة الأمانة لأصحابها إن كانوا يعتبروها أمانة. هم جذري في طرح السيد أشرف، غنيمة يعني يجب أن تؤكل. لكن هذه الجذرية في التعاطي مع المشهد هل هي قابلة للتعاطي في ظل المعطيات الحاصلة؟ هل هي واقعية؟ ما هو يا سيدي كنا بنقعد نتكلم كل ليلة على مسكنات، على بوادر أمل، على والله أحلام وردية، تكلموا للصبح ولنا تو 10 سنوات. فاليوم يا إما نضع إصبعنا على أساس المشكلة ونصر عليه ونستمر في الإصرار عليه إلى أن يستفيق هذا الشعب النائم الذي لا يريد انتزاع حقه، أو أنه راض بهذا الوضع ويريد استمرار هذه المهزلة واستمرار هذا الانهيار. لكن والله خلينا نتعامل بالممكن، بما يمكن إصلاحه. ما فيش ممكن إصلاحه بوجود هؤلاء، والله لن يجدوا شيئا يمكنه إصلاحه. طيب أستاذ أمينة، توقعت يناير القادم بعد أقل من شهر من اليوم، يعني موعدا للانتهاء من هذه الخطوة. الاستفهام هو المعطيات التي تؤكد إمكانية حسم هكذا إجراء في هكذا توقيت. نعم الرهين هذا الموضوع والاستحقاق هذا استحقاق المناصب السيادية رهين المشكلة التي حدثت في فتح باب قبول الملفات للمناصب السيادية للمناطق لمجلس النواب في مجلس الدولة. هذه هي فقط نقطة الاستفهام التي لا نستطيع أن نتجاوز بها مجلس النواب، بحيث أن نعلم من مجلس النواب إذا ما كان قبلت عفوا هذه الفتح باب القبول من مجلس الدولة من عدمه. في حال ما رفض مجلس النواب فتح قبول أي ملف من الملفات المناصب السيادية المناطق لمجلس النواب، وقدم طلب أو قدم ملفها الشخصي للمجلس الدولة ونكتفي فقط بالقائمة التي أحيلت من مجلس النواب، فنحن نقف عند هذه النقطة ونصوت على 3 أسماء يتم إحالتها لمناصب مجلس النواب، يتم إحالتها لمجلس النواب والتصويت على الشخص المناسب حسب وجهة نظرهم كمجلس النواب لتسميته كرئيس مثلا لهيئة الرقابة الإدارية مثلا أو رئيس مكافحة الفساد. غير ذلك في حال لم يتعاطى مجلس النواب معكم، في حال لم يفتح هذه هي وعود. نعم 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 هذه هي وعود السيد عقيلة صالح واتفاق السيد عقيلة صالح مع السيد محمد تكالى رئيس مجلس أعلى الدولة في لقائهم في القاهرة أو في مصر أو الله أعلم، أنهم هم اتفقوا على هذه المناصب أن يتم تسميتها الآن لتوحيد هذا الانشقاق وهذه البعثرة في عدد رؤساء. كم مرة وعدكم عقيلة صالح كم مرة وعدكم عقيلة صالح ووعد رئاسة الأعلى للدولة، وكم مرة أخلف هذا الوعد؟ عقيلة صالح عفوا في ظل الرئاسة الجديدة الآن، ظل الرئاسة الجديدة الآن هذا أول لقاء كان تم بينه وبين السيد محمد تكالى. في ظل الرئاسة السابقة كانت التقابلات والتعهدات والاتفاقات رهينة بمصالح شخصية من قبل الطرفين، فبالتالي لا يقاس. ما الذي يجعلك الآن تتحدثي على أن الرئاسة الحالية ما فيهاش أي بعد شخصي في التعاطي مع هذا الملف؟ فوض الأمر للجنة، لو كان السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة عندما أغراض شخصية في هذا الملف ما كان فوض المجلس اللجنة. أنت تعرفي أن السيد تكالى كان أحد المتقدمين لمنصب رئيس ديوان المحاسبة، حتى وإن كان ما نقدرش ننقل بعد الشخصي معناها يا أستاذة أمينة بأي شكل من الأشكال. ما فيش بعد شخصي، لا يوجد بعد شخصي في هذا الموضوع. توحيد المؤسسة يعني هل يعقل رئيس المجلس على الدولة حيتم تصويت عليه كرئيس ديوان المحاسبة؟ هل يعقل؟ يعني قدم اسمه كما كانت فيه كان يعمل دخل المجلس على الدولة على تقديم هذه الأسماء. قدم أكثر من شخصية في المجلس على الدولة في ديوان المحاسبة لرئاسة ديوان المحاسبة، وشخصيتين من مجلس أعلى الدولة أو 3 شخصيات تقريبا قدمت وتم ترشيحها. هذا لا يعني أن المقصود بها غرض شخصي لسيد محمد تكالى. الآن السيد محمد تكالى هو رئيس المجلس أعلى الدولة،
فبالتالي هذا لا يتعارض مع تحقيق مصالح شخصية. من سمي كرئيس ديوان المحاسبة لا يمثل أو لا يحقق مصالح شخصية لمحمد تكالا. هي القصة من هذا الاستحقاق هو سد تعدد وازدواجية وجود الهيئات ورؤساء الهيئات السيادية على الدولة. هي بس يا أستاذة أمينة، أنت لربما كنت قاسية في نقدك، ومن حقك، أنت في نهاية المطاف عضوة داخل قبة الأعلى للدولة، نقدك يعني لربما كان حدي بعض الشيء في تعاطيك مع المشري وبعد الشخصي مع استبعاد وتنزيه السيد محمد تكالا بشكل كامل عن أي بعد شخصي، رغم أن هذه سياسة. وفي سياق كلامك قلت أن كل الاتفاقيات اللي كانت مع عقيلة سابقا كانت ذات بعد شخصي، أما الآن شخصي نعم بامتياز كانت ذات بعد شخصي بامتياز. والآن السيد خالد المشري الآن في توحيد الحكومة يسعى لأن يكون رئيس حكومة الآن يسعى وتحصل على تزكيات من داخل مجلس أعلى الدولة بتزكيته كرئيس حكومة. هذا معلن داخل، هذا غير سري، هذه أخبار غير سرية، هذه معلنة أمام كل الأعضاء، كل الأعضاء يعرفون. لو كان السيد تكالا وغيره من الأعضاء قد تقدموا لمناصب سيادية ويكونوا على رأسه، شو المشكلة في أن السيد خالد المشري يتقدم لهذا المنصب؟ وين الضير؟ لا عفوا انا لا انكر انه هو من حقه انه يترشح لرئاسة حكومه، من حقه يترشح لرئاسة حكومه، ولكن لا يعبث بالمناصب السياديه من اجل مصالحه الشخصيه. طيب. في فرق كبير جدا بين انني ماطل، بين انني نحاصص اولا بقفز على مجلس الدوله في المحاصصه في المغرب على المناصب السياديه بان تعطى النصيب للجنوب ونصيب للشرق ونصيب للغرب وقصه برقه وما برقه والغرب والجنوب. شكرا لك. هذه كانت بقفزه على عفوا كانت بقفزه على المجلس الاعلى للدوله. لم يصوت المجلس الاعلى للدوله على هذا اللقاء، ولم يصوت المجلس الاعلى للدوله على المحاصصه، ولم يصوت المجلس الاعلى للدوله على لقائهم في المغرب. فبالتالي كانت هذه تجاوزات قفز بها خالد المشري على المجلس الاعلى للدوله، وكانه هو يمثل المجلس الاعلى للدوله جمله وتفصيلا. فبالتالي هذه خروقات، هذه تضرب على مصالح او تهدف لمصالح شخصيه انيه وقتيه للذات لنفسه او النقاش، لا ينكر ذلك احد مع الضيوف. شكرا لك، شكرا جزيلا. عضو اللجنة المناصب السيادية داخل أعلى الدولة أمينة المحجوب، كنت معي ضيفة عبر الهاتف من طرابلس. شكر موصول لضيفي المستشار الأسبق للمجلس الأعلى للدولة السيد أشرف الشح، وأشكر ضيفي أستاذ العلوم السياسية من بنغازي أستاذ يوسف الفارسي. شكرا جزيلا لك. والصحفي والكاتب الذي صاحبني عبر خدمة سكايب من لندن أستاذ عبدالله الكبير، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفي الذي صاحبني في مقدمة هذه الحوارية عضو الأعلى للدولة السيد سعد بن شرادة عبر الهاتف، هو الآخر من داخل طرابلس. يبقى حق الرد مكفول لكل الجهات أو المؤسسات والشخصيات التي جرى ذكر اسمها خلال هذه الحوارية. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حوارية الليلة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.